الاسعار غالي والناس وضعها صعب، معيشه الناس صعبه مع الدهور العمله ومع الحرب وكل شيء، يعني حاله ماساويه صراحه. بالنسبه للمواطن اسعار النواجذ غاليه بنسبه مرتفعه، يعني نطالب الحكومه والمواطنين والتجار ان يخفضوا الاسعار، لذلك ان التصرف نزل بس الاسعار ما نزلت، يعني تحصل نزل في الكيس 500 ريال 1000 ريال بكثير، وهذا لا يصلح لانه في ناس مساكين، في ناس نازحين لا يقدرون يعني قوت يومهم، فلا بد من ذلك ان نجتمع ونكتف لتخفيف الاسعار والمعاناه تاع المساكين والنازحين، لذلك نطالب الحكومه ان ينقص التصرف وينقص الاسعار لتخفيف المعاناه على الناس والمساكين. والله في بصراحه بعض التجار التزموا نوعا ما في التخفيض، لكن مش بذاك الحد صراحه. الناس تعاني من الاسعار، تعاني من شده الاسعار، الراتب لا يجيب له شيء ولا حتى يغطي الله ابسط الحاجات في البيت. مش معقول يعني هذه الاسعار كلها والناس تعاني بشده المعاناه. نعم ليس كافيا، لان الراتب ما يغطي حاجات الناس. كيف الانسان لما بيستلم راتب قدره، يعني بعضهم يستلمون 25000 زي المتقاعدين مثلا، ايش بتسوي له 25000 مقابل المصاريف هذه اللي متطلبات البيت كامل؟ يعني بصراحه يعاني من نقص شديد صراحه في المواد الغذائيه هنا. نوعا ما المواد الاغاثه هذه تساعد الناس الاسعار بشكل عام اثرت على المواطنين صراحه، وانهكت من كاهلهم صراحه، ولازم تتخفض الصرف، بدا ينخفض المفروض الناس تتخفض. الموظفين اللي مع مراتب كيف اللي مش مع مراتب؟ بيموتوا جوع. والله الاسعار لحد الان لم نشعر باي انخفاض في الاسعار. يعني حاجات بسيطه. احنا نتامل بانخفاضات كثيره زي السابق. واتمنى من التجار مراعاه هذا المواطن المسكين و نزال الاسعار بشكل ممتاز. هذا كلها كلام اعلاميه وليس بالواقع، نحن نعيش الواقع والواقع شيء ثاني. نحن اليوم نلتمس يعني غلاء فاحش من الاسعار، كل يعني يرفع من عنده. الصرف نزل في حدود 70000، لكن لن ينزل الصرف الاسعار لن تنزل. يعني ما نزل مقدار الصرف. الصرف اذا ارتفع 1000 ريال رفعوا المواد، اذا نزل 50000 60000 نزلوا 1000 ريال 500 ريال. احنا نطالب الحكومه بايجاد حل لهذا الموضوع. والله حسب الاعلان عاد ماشي في المحلات. حسب الاعلان في تخفيضات في شركه هايل زايد، عاد ما وردت الان. من المخفض. انا عادها كلها يعني باسعار الاولى. عار والله طارت وين؟ الصرف نقص وين ما نقص، التجار يلعبون فينا لعبه. الشغل ماشي والمصاريف طالعه، ما درينا وش نصل له في ذلك. كلهم التجار غالي، يبغى الصرف ناقص والاسعار على ما هي، لا نقصوا ولا شيء. يلعبوا لهم في المواطنين لعبه. على العمله. اول ما نقص الصرف العمله نقص كامل. يعني بشكل كبير. وفي تدريجي وفي بسرعه نزل على طول. يعني لو نضرب لك مثل بس الا في السكر. السكر يعني من 18500 الى اليوم 12500 مثلا. رز المحضار من 34000 الى 28000، وكما بلغنا اليوم شركه المحضار بعاد في نزول، كان 18500 اشتريناه، نبيعه اليوم ب 12500. تلاحظ الفارق كم هو، يعني الفارق كبير. وهذا السكر طبعا ما فيه تعويض السكر نهائيا، مثل عصيرات نشتريها بالسعودي. اما فيها بعض شركات قامت بالتعويض بصراحه. والله شوف هذا اتهمت الناس دوخت بنالنا 4 ايام ونحن في هذا الكلام. الناس يعني في المواطنين يعني بحاجه الى النقصان في نظرهم، لما يقولون نقصت الحاجه انها نقص فيها حاجه كبير. مثلا ضرب لك مثل على رز المحضار من 34 الى 28، الناس يجون يبغونه 18000 على سعره الاول. طبعا الصرف نقص الى 140، ما نقص الى 120. اول ما يصل مثلا 120 110 كل ما نقص الصرف ترجع الامور على ما كانت عليها ايام الصرف.